اهلا اهلا وسهلا بهالسياره الامريكانيه دي كلاسيك وبصاحبها شيخ الشباب. من النوادر انه تكون سياره بهيدي السنه وبهيدي الحاله الحلوه المميزه. خلينا نشوف صاحبها شيخ الشباب شو بده يقول لنا عن هالسياره. كريفيرا موتيل 1972 all original is very clean. محبين فئه الكلاسيك دائما بيسالوا عن حاله السياره، ان شاء الله يكون هالفيديو ببين حالتها المميزة. الكروم مع هالدولاب والكنار الأبيض المميز مع هالسحبات اللي مش نجمة، هدول بينقلهم 5 نجوم يا أفخم متابعين. يا حلاوة على الكروم. لون الجلد بالداخلية حلو ولابق للون الفورمايكا، ومثل ما عم نشوف من داخليتها ببين نظافتها وببين عمرها حتى من الأرضية وحتى من الموكاتو. بالنسبة للفرش ما من عمل ريستوريشن، بعده على حالته وعمره من عمر السيارة. أهلا بالدبدوب. بعدها كلها اوريجينال كبسي وحبسي. ريس جون شرفتنا، كلكم بتعرفوه، رقمه عنا على الويب سايت. مثل ما دائما بنقول الله يبعد دربات ويهني صاحب النصيب.